يسجدون ولا يتعبون ولا يرفعون أجنحتهم كالطيور. مشينا عطريقك سوا ايد بايد، رفاق الدرب صرنا والعين عم بتزيد، روحك بيعزينا بيملانا سلام، حبك بيجمعنا مقدسة ومرضية أماما، بكسر كل طيب عندي رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قداما، بقدم نفسي ذبيحة حية لي، مقدسة ومرضية أماما، بكسر كل طيب عندي رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قدامك، بختارك تكوني الأول وقبلي أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، بختارك تكون الأول وقبلي أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدت معاه، أعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك، برجع عن كل إله عبدت معاه، أعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك، بختارك تكون الأول وقبلي أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق، بختارك تكون الاول وقبلي اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. علين بختارك يا رب انت تكون الاول يا رب قبل كل شيء. حبيتك اليوم بلش برنامجنا من أكيد من بعد الترنيمة بمزمور 105، هيك حبيت أعلن هيدا الشيء على حياة كل واحد منا، ونقول يا رب احمدوا الرب وادعوا باسمه، وعرفوا في الشعوب بأعماله، انشدوا للرب ورتلوا له، وتأملوا في جميع عجائبه، هللوا لاسمه القدوس
واطلبوه فتفرح قلوبكم. أمين. التمسوا الرب وعزته واطلبوا وجهه كل حين. اذكروا عجائبه التي صنع ومعجزاته وأحكام فمه. يا نسل إبراهيم عبده، يا بني يعقوب الذي اختاره، هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه، يذكر إلى الأبد عهده. أمين. أمين. لكن هذا هو كان المزمور. كيف أول شيء هاي للكل؟ هاي ضايع صراحة، مركز بفكرة بس شو صار اليوم، لأنه في شخص عدت معه وكان كثير قريب من قلبي، لأنه كثير مبسط باختباره، وهو راح يكون فكرت شو صار بقى راسي. لا راسي عم فكر شو صار. شو صار معكم هالأسبوع؟ في شيء حلو؟ في شو تجوز؟ عادي. ما في؟ كان أحلى شيء هالجمعة أنه مرة في ليلة نمت الساعة 10. حلو، لأنه مع لارا ما فيكم تنموا بكير. لا فينا يعني، بس أنه نمت 10 ونمت 6:30، يعني هيدا الهايلايت تبع جمعتي، بس يمكن بسيطة بس أنه كثير حلو. كان اسبوع حلو، كان اسبوع حلو، كان في عجقه شوي، كان في ناس اجوا من امريكا تعرفنا عليهم، بس كان هيك اسبوع حلو. دائما حلو لما بتقابل مع ناس بشجعوك وبيدعموك، وهيك كان وقت حلو، كان وقت فيه شويه راحه وتعب بنفس الوقت. 100%. جيمي كمان كمينة، كان اسبوع حافل، كثير في هلا شغل، كثير في اشياء جديده عم بشتغلها. بعرف المشاهدين بيعرفوا انا غيرت شغل، صرت عم بعلم، رجعت على المدرسه. بقى شيء كثير حلو انه دائما بالعجقه، دائما في سوري بالمدرسه دائما في عجقه، وكيف بالحريق اذا جاي من المعجوقه بالمدرسه. بقى كثير حلو، يعني عم بتعلم كثير اشياء، واختبار جدا حلو. تمام. أنا أسوأي كان هو أسهلك أنا أستاذ. بس أنا أنا بحب لما تسألنا أنت، بحس لك إيك تعرفي، لأن اختبار الجمعة حلو مرات بيكون بيكون واحد مش قادر رح يقوله على الهواء. بقى أنت في شيء؟ أنا كان رواء، يعني بس كنت نايمة نهارين بالبيت لأنه كنت موجوعة من ظهري، فكان رواء كل وقت قاعدة ما عم بتأمل. عطتني جويس ويب سايت بلكي فينا نحطه، لانه كثير مفيد للي بيعرف انجليزي، فيه دراسات كتابيه. بصرت عم تفوت عليه كل يوم، صار ضمن قراءتي اليوميه، وكثير كثير حلو. فهيك قضيت اذا بدك 48 ساعه مع الرب. واو. كان كثير حلو. انا كل يوم عم بقضي ساعه رائعه، لانه ماريان عم تنزل على المدرسه، فاتح الكتاب اللي هو وهم غلبوه للاب دانيال، وكل ايه بتجي من عهد قديم او جديد بفوت شوف انه اوف كيف هالتطبيق على حياتنا. وقف شو شفت عالم هيدي الجمعة هيك، يعني بركة يدقولي ما كون محضرة وننزل ويكون وقت بركة رائع. والمرق بهيدي الجمعة شيء كتير أنا بتمناه كل حياتي، هو الصراحة كيف بتكون بيناتنا نحن الخمسة بجسد المسيح. كان عن جد قاعدين مع ناس منعرفهم، بس كل ما بنكون عم نقعد نحن ننزل القناعات. هلا أنا ما كتير بحط قناع بقوته، تعلمت ما بقدر أحط قناع، وهن ينزلوا بالقناع ونزت احملنا على الرب. ما بتصدقوا كلهم اللي التقينا فيهم، كانه هيك الرب عم بيقلنا يلا كيب جوينج، يعني هالجروبات تكبر، خلص كل واحد يزت الاتقال، وما بقى حدا خايف يقول له الشيطان انت وحدك. لا، نحن مع الرب واخوتنا بحبونا، والرب هو رح يحررنا. بقى كان كثير هالشيء حلو. عنا كثير عم نشجع الناس تتصل، لا اكيد على الارقام. في عندي كثير هلا بدكم، بس بدي اخذ شيء دقيقتين من وقتكم. في عنا اكيد التليفونات والاس ام اسات، رح اقول التليفونات هيك على السريع. التليفون هو 04531334 او 04531325. كثير بنحب نتواصل معكم ونسمع صوتكم. والاس ام اس هو 70184968. ما بعرف قديش على كل الاحوال رح يطلعوا على الشاشه وقت كل الاشخاص يتصلوا. كل الوقت رح يطلعوا، اكيد رح يكونوا موجودين. بقى كثير اكيد نحب نسمع عنكم، نسمع منكم. بس اوقات بس بدي اقول معلي هالملاحظه، ما تزعلوا منا اذا ما قدرنا دائما ناخذ الاتصال، نحن اكيد حابين دائما نتواصل، بس اوقات بيكون في حكي عم نحكيه وبيكون في شويه عجقه على الخطوط، بس خليكم عم تجربوا. شغله ثانيه كمان، اكيد في عنا الفيسبوك، الانستغرام، السكايب، التويتر، اليوتيوب، وكلهم كبرنا سوا، يعني مش رح اقولهم كل واحد، لكن كلهم بيكتبوا كبرنا سوا، كبرنا سوا. واكيد على الشاشه عم بتشوفوا كيف بينكتب كبرنا سوا. واكيد الايميل رح ارجع اذكركم فيه، هو كبرنا سوا@set7.com. لكن هول هن ونشكر الله مشان التكنولوجيا والمواصلات وتواصلات
والتواصل. شبكات التواصل. شبكات التواصل. احجينا عن المدرسه. واكيد في عندنا بعد سؤال لهيدي الحلقه حطيناه على الفيسبوك وفي كثير عالم جاوبوا عليه وبعد ناطرين اجاباتكم اكثر، فرح رح اقول السؤال حتى اذا كنتوا عم تسمعونا تلحقوا تجاوبوا. بيقول: هل ايمانك بالله كان نتيجه تاثير محيطك عليك ام هو اختبار شخصي ورغبه شخصيه لتؤمن به؟ فناطرين اجاباتكم اكثر، واكيد بلكي نحن كمان نتشارك بال اذا في وقت أكيد. نتشارك نحن كمان بالهي. لكن نور كنت عم تفتح شيء. ايه على عصيرة القناع اللي حكيته هذا الاسبوع، كنت عم بتامل بديفوشن وكان كل الوقت عم يحكي كيف الله كصديق وكيف انا بصداقتي مع الرب و بعلاقتي معه بخليه برسم بصمه رضا. ف وحده من الايات اللي حبيتها كثير بيعقوب برساله يعقوب: اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. كان عم يحكي انه من شروط صداقتي مع الرب ان يكون امين معه، مش امين معه بمعنى ان يكون كامل. فبيقول انه كل الاصدقاء اللي مرقوا بالكتاب المقدس ما كانوا كاملين، ابراهيم ما كان كامل، موسى، داود، وبيوصفهم الكتاب انه كانوا اصدقاء بس كانوا امينين بمشاعرهم. يعني لما كان محبط كان يروح لعند الرب ويقول له انه انا محبط، انا تعبان، انا حزين، بكل بساطه. وحكوا اكثر شيء عن المزامير، وهذا الشيء انا عم بقرا فيه قديش انه المزمور بتشوف محلات عم يقول له: يا رب نفسي حزينه واعدائي عم يحيطوا فيه والكل عم يكسرني وانت تاركني وليش تاركني لاعدائي، قوم يا رب. فبتلاقي مثل كانه واحد عم يحكي مع الرب بطريقه عم يكون حقيقي. وهون كثير هذا الموضوع هيك ما بعرف ليش حط بجواتي شيء انه ايام نحن نتعامل مع الرب انه اي انت بتعرف، انا ما بدي اقول، ما انت بتعرف شو فيني، بتعرف شو واجعني، بتعرف شو اللي صار. هو بيعرف اكيد، بس الحقيقه انه لما انا بعرف اجي وحط مشاعري قدام الرب بختبر هيدي الايه: اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. لما بحط مشاعري قدامه بحسه هو عم يقرب الي، بحس هو كيف عم يستخدم هيدي الصراحه. وشي هيك كثير حبيته من ديفوشن انه ولا واحد من هدول الناس لما كانوا عم يتشارعوا، يعني مثلا ابراهيم شارعوا للرب بكل بساطه، يعني فاصلوا اذا بدنا نحكي باللغه العاميه، انه لما عم يقول له بدي اعمل بسدوم وعموره قال له ليش 50 و40 وهيك. فكان كل الوقت عم يشارع الرب، ما قال له الرب مينك انت كيف تسترجي تشارعني، بمسحك انت وبطلع 10 ابراهيم غيرك. بالعكس الرب استجاب بكل محبه لمشاعر ابراهيم الصادقه، لمشاعر داود الصادقه، ولكل الناس. وبناء على هيدا الصدق الرب بنى وغير فيهم وقواهم. فحبيت هيدي النقطة أنا، لأنك عم تحكي على موضوع ذات الأقنعة. أيام الأقنعة مش بس بتكون قدام الناس، أيام للأسف عم نوصل لمرحلة ما عم نحط أقنعة مع ربنا بحجة إنه إيه الرب بيعرف، إيه الرب بيعرف. بس لما بتحط مشاعرك قدام الرب، وهيك تذكرت شيء كنت أعمله بالجيش كثير، كنت أكتب رسائل لربنا، كنت أقعد أكتب رسالة وحسيت إنه أفصل لي زمان ما كاتب رسائل. وهيك رحت قريت كم رساله كاتبهم عندي اياهم لهلا للاوراق. فرحت قريت هيك فعلا كنت حقيقي. حلو الانسان يكون حقيقي مع ربنا ايام. ف ايه اكيد اكيد بعدني حقيقي، بس ايام بتحس هيك 100% بتلوص القصه منك. ما بعرف انه مش قادر ما اقولها، بس قبل ما ابتدات الحلقه كانه هذا الشيء عم باكد لنا وللشخص اللي كنت عم بحكيه اللي هو رح يكون معنا بشو صار هلا، كنت عم بقول له وخطيبته قبل الحلقه: بده قلبك. يعني مرات رح نفشل بس بده قلبك. قد ايه انت عشان انك تكمل معه وتقول له سوري، بده هيدا القلب بينبش عليه لان بيشوفك صادق معه وهو بيصير يشق لك بقى. هيدا الشيء تاكد. كنت عم بعطي المثل كمان عن داود. اكيد ابتدت حلقتنا هلا، انه ابتدت بس هلا لإلي اختبار قوي. انا بقول لكم تسمعوه من الاول، في مسحه رح تلمس كثير ناس. بليز كونوا معنا ورح نبتدي بشو صار. لكن هاي اكيد بدي اقول انه ابتدينا الحلقه بشو صار. شو صار مع مدرك؟ بدي اقول لكم انه يمكن عم بحكي هالقد كنت لانه الحلو وكثير انبسطت انه حكينا مع مدرك. انا بعرفه من الكنيسه من عندي بس ما بعرف شيء عنه. كان يطلع يحكي هيك بثانية عن الرب او اختبار، قول اف هالشاب شو بيشبهني، لانه قلبه صادق وعنده شغف رهيب برغم ضعفاته يمكن او ضعفاته. طبعا نقول انه شغف ونحن كاملين. كان عندي وقت اقعد مع مدرك، وتمار كان عندك وقت شوف في مدرك كمان، مش هيك؟ نهار الأحد بأي برنامج؟ برنامج يلا نغني سوا. 100% سمعت جزء صغير من اختباره وأثر فيه لدرجة رجعت خبرت رفقاتي عن
عن شو حكى وكيف تأثر وقت حكى، وهيدا بس سمعنا دقيقتين، فناطرة هلأ لحتى نسمع أكثر بلكي عن بدي أقول إنه عدت أنا وياه وكان وقت رائع رائع رائع، ما بعرفه كتير ولا بيعرفني، بس هاي بس كأنه كنا بنعرف بعض من السنين. أول شيء بدي أقول لك هاي. هاي ريكو، بونسوار. بونسوار تمار. أول شيء بدي أقول عن جد أنا كتير مبسوط إني معكم، و وهيك أنتوا عم تحكوا لأول مرة بحس بآية اللي بتقول ما أجمل أن يجتمع الأخوة معا، فهناك الرب يأمر بالبركة. أنا حاسس إنه الرب مش الرب آمر بالبركة هون، أنتوا عن جد ناس مباركين، وعن جد أنا كتير مبسوط إني معكم هون. Thank you. ونحن كمان كتير. هيك تنبلش دغري بفكرة شو صار إلك، مدرك شو صار معك، كيف بلشت حياتك إذا بدك هيك. أو خليني أسألك بالأول، أنت اليوم شو بتشتغل؟ مين مدرك اليوم؟ تنرجع لقبل. أوكي. أنا حدا خلصت أول شيء، كان الميديكال فيلد كتير يعني لي، كان في شوية معوقات بالأول بحياتي، رجعت خطيتها، أخذت وقت كتير طويل، بس بالرغم من هيك إنه كان في شيء مستحيل بيقول إنه أنا أحقق هالحلم، كان في حلم ضائع إنه أنا أكون بالميديكال فيلد. بس اللي صار هو مش فتت فيه، بس رجعت تخرجت از انيرس بالاول، خلصت هالاختصاص، وكنت عم بعمل بيرسونال ترينر كمان، وهلا عم بعمل دبل ميجر، عم بعمل فيزيوثيرابي، وهلا فاتحين عياده انا وخطيبتي كمان وعم نشتغل فيها. فما بعرف لبعدين اذا في اشياء كمان، بس رح اوجه تحيه لجوزات، واكيد جوزات رح نشوفها معنا بغير حلقه هي ومدرك. رح روح دغري واقول بتبلش طفولتنا، كل واحد عنده قصة بالطفولة، كيف كانت طفولتك؟ قبل الطفولة ريكو، أنا بدي أرجع بعد قبل الطفولة بشوي. نحنا ما في حدا منا بيختار وين بده يخلق، أو بيختار مع أي مجموعة من العالم بده يخلق، أو شو بده يحب أو شو بده يكره. حتى بتحس مع الوقت بتلاقي إنه كل شيء عم حدا عم يختاره عنك، يعني بيختاروا شو اسمك، بيختاروا بأي منطقة جغرافية، بيختاروا مين تحب مين تكره، بيقولوا لك إنه نحن بس المجموعة الوحيدة اللي حنروح على السما. ومع الوقت أنت بتكبر وبتتربع على هالأفكار. وأنا بدي خالف من أنا وقبل ما أجي على الدنيا، بدي خالف هذا الموضوع. وأنا بيي سماني مدرك، هو يمكن ما عرف شيء موعظة اليوم عم يسمعني، بس كان عم يتنبأ حياتي، لأنه بالفعل أنا أدركت شيء رائع جدا. أكيد بدنا نحكي عنه. عندك شغف تنط دغري، بس أنا كنت حابب بلش إنه ما زال قلت بيك أمك، كيف خلينا نقول أوكي بلشت هيك، نقوا لك اسمك، نقوا مين بدك تكون، من اي شو بشو تآمن، بمين تآمن، بس كيف عشت بهيدي الفتره بالاول انت وصغير؟ صراحه ما لحقت استمتع بالطفوله كطفوله، لانه صار في انفصال بين اهلي، صار في طلاق، وهيدا الطلاق هو بسبب شرخ كتير كبير بالعائله. فوقت يصير في طلاق يعني بتنقسم العائله، فانا كنت بين هيدا الانقسام يعني. ومع الوقت خلص انفصلوا بي وامي، فلقيت حالي انه ما عم بربى ببيت بعائله، لقيت حالي عم بربى بستيشنز بحياتي، وما كنت عم حس حالي اني من انا وصغير قادر لاقي البيت او حس بالبيت بالاحرى، خليني اقول. وبلش هيدا الشرخ، كل ما كنت عم بوعى اكثر كل ما كان عم يكبر اكثر بحياتي. لا حتى قطعت بفتره كمان، كنت في مدرسة داخلي يعني منفصل عن العالم كليا. كان قديه عمرك بهذا الوقت؟ تقريبا شي 7 سنين. اوكي 7 سنين، لانه اهلي انفصلوا كثير على بكير. فمن انا وهالوقت ما كنت لاقي اشخاص حدي، كنت جرب بلش احكي مع الله من هيدا الوقت يعني. انت وصغير؟ نعم. ف هون بلشت جرب اعمل علاقتي معه، بس كنت علاقتي هيدي عم بعملها معه بحسب الاشياء اللي كنت اللي تعلمتها واللي علموني اياها. فبلشت اكبر على هيدي الطريقه، عم جرب هيك ضمت الاشياء المجروحه فيي بهيدي الطريقه، لحد ما وصلت لمرحله ما كان في علاقه بقى بينك وبين اهلك بوقت الداخلي. صراحه كانت علاقه كثير
بعيدة لأنه أهلي بعد ما انفصلوا رجعوا تجوزوا اثنيناتهم، كل حدا تجوز وبطبيعة الحال كل واحد راح صار التهى بعائلته وصار في أولاد وهيك. فمن وقتها أنا بلشت أنا حالي بفكرة أنه يعني أنا مش أول شخص وآخر شخص أهله بيطلقوا، فبدي بدي ما بعرف بدي يكفي، ما بينفع ضلني حزنان وهيك. وكان صراحة كل اللي حوالي كانوا عم تهربوا من المسؤولية اللي هن عليهم، وهذا الشيء من أنا وطفل ولد بداخلي غضب، ولد غضب كتير عارم. لأن ما كنت تشوفهم؟ لا للكل، صرت لوم الكل، صرت بطلت بموقع مستعد أتفهم حدا، لأنه أبسط حقوقي كإنسان برجع بقول حقوقي ما حصلت عليها أو إن حسيتها هيك انحرمت منها، فما كانت أفكار حلوة عم بكبر عليها، وهيك بلش المشوار، هاي البداية كانت. يمكن اذا بدنا نسال كان بس بدي اسال قديه يعني قديه فتره بقيت بالمدرسه الداخليه، وامتى بلشت تقريبا تشق طريقك انت كمدرك لحالك وبلشت تفكر الطريق اللي بدك تاخده؟ يعني انت كان عندك الحريه لحتى تتصرف انت كشاب ناضج؟ كان بعده صغير بالمدرسه الداخليه يعني. لا عم بسال امتى، يعني امتى خلص المدرسه وامتى وصلت لمرحله شو صار معك بعدين؟ تقريبا بعيت لشي عمر 13 سنه، وصراحة هربت من هونيك، وبس عرفوا بمحاولة هريبتي فجربوا أهلي يرجعوا يعملوا شيء وهيك، فقعدت فترة عند خالتي. وكمان ما كانت عم بعرف شيء اسمه بيت، يعني عم بتنقل وهيك، فقعدت فترة معها، رجعت بدي أرجع أعطي الموضوع فرصة. يعني صراحة الولد بهذا العمر ما بيكون عم بفكر بس إلا باحتياجاته، فجربت أرجع أروح أقعد مع بي اللي هو كان مجوز وكان في اولاد، وانا بعرف هيدي قصص الطلاق يعني موجوده بكثره بمجتمعاتنا، وفعلا ما حدا بيضوي كثير عليها هالامور، بس فعلا هي قد ما كبرنا بالعمر بتضل هيك فيها جرح جواتنا. مش شرط انه الاهل يكونوا عاطلين او مش عاطلين، هي بحد ذاته الموضوع الطلاق هو كثير صعب على الطفل، وما من حق اي اهل برايي انه يتطلقوا، هيدا ما في قوه بالعالم تعطيهم حق انه يتطلقوا. فقعدت فترة مع بي، و ما كنت عم بقدر كنت حالي عايش ببيت، كانت فترة كتير صعبة. لأن مرت بيك معيت أمك بطبيعة يعني. الأحوال يعني وفي أولاد وهيك، حتى لو قد ما بده يكونوا هن منيح أنت ما حتقدر تأقلم. فكمان تركت هيدا البيت بنفس الطريقة اللي تركت فيها المدرسة الداخلية، هربت كمان ورحت كنت عم جرب دور على شيء تاني. ما بعرف إذا فيه أقول بس لانه حقي ما عليك كرفيق، لان صرت عن جد بعدك رفيق، في يقول انه مش تركت لان انت على راسك تركت، بدي اقول بس شيء انه ما كان جو البيت كثير واو، مش انه انت لانك يعني اكيد ما بيعني لي فوت ابدا بتفاصيل، بس بحب يفهموا الاشخاص هن يتخيلوا انه لو جو البيت واو ما عم زدت له مع حدا بس مجبور اقوله، ما كان يعني ما كنت تركت، مش انه واحد صار زعوري على 13 صار مثل ما بده بيعمل بضل يترك، كان في جروح، ما كان الموضوع البيت كتير حضانة رائعة هالقد رح أقول، بس حابب أقولها مشان هيك أنت فليت أكيد. تيكونوا الناس اللي عم تسمع ما تفكر إنه مدرك هو لأن حب يترك وزعوري، عرفت شو عم بقصد؟ لي حابب كتقول هالشي. رجعت فليت عم بتقول من البيت، وين شو صار كمان؟ جربت روح عند أمي، بس كمان بطبيعة الحال يعني كانت مجوزة وصار عندها عائلتها يعني، فكمان ما لقيت حالي حدا بدون بيت، حدا كنت حس اني عايش ببلدي بس عايش كمغترب، وهذا كان شيء كتير صعب علي، بس ما كنت عم بسمح لشيء انه يهزمني لانه ما كان في مجال، لانه كنت حس حالي عايش بقانون غابة. فقررت انه على عمر كتير صغير اني انا استقل وعيش لوحدي، وكان عمري صغير لدرجة انه كان عمري 15 او 16 سنة، ورحت قلت للحدا اللي بدي استأجر من عنده البيت، قلت له انه اهلي بعاد وانا هلا بدي اخذ البيت لانه هني بدو يجوا وهيك، وكنت بعدني عم بتعلم، وبعد فترة اضطريت وقف العلم لانه كنت لازم اشتغل وامن مصاريفي وهالامور يعني. في يقول ما بعرف انت بتسمح لي اقول اشياء صغيره مش هيدا، كمان في محلات ما كان بقى معك مصاري، مزبوط؟ صرت شايف حالك محل انه حتى ما بقى فيه استاجر، فينا هيك نقول؟ يا ريت كانت المصاري هي اكبر مشاكلي. اوكي يا ريت.
وكنت بطبيعة أنه ما كنت أعرف ألتجئ لحدا، لأنه كنت عم بنصدم قد ما عم باكل صدمات من القراب اللي حوالي، فما كنت حط احتمال أنه ممكن روح عند حدا أطلب منه مساعدة. أصلا ما كنت أعرف كيف بطلب مساعدة، فكنت عم بنزوي على حالي وعم أقول أنه أنا لازم أحمل مسؤولية حالي، وأنا حالي بفكرة أنه خلص هي الحياة هيك والعالم هيك. وكنت بهذه الفترة جربت أتقرب أكثر من الله بالأشياء اللي كنت أعرفها. يعني بعد شي سنتين تقريباً وصلت لمرحلة مع الله ما حسيت أنه عم بوصل معه لنتيجة. يعني بتعرف ريكو، إذا أنت بعلاقة أنت ومرتك مثلاً، بتعرف هيدي علاقة المحبة من طرف واحد، علاقة الإعجاب من طرف واحد، علاقة الحاجات من طرف واحد. فهي كانت علاقتي مع الله، يعني كنت حس على طول بحاجة لأعمل أشياء تأرضي وتحس بشي منه. فوصلت لمرحلة حتى هيدا اللوم ما اكتفيت أنه حطه على العالم، صرت بدي حطه على الله كمان. قلت له أنا عم عيّت لك لأني بحاجة إلك، لأني بدي إياك وأنت ما عم ترد علي. قلت له بتعرف شو، محل ما أنت قاعد خليك قاعد، وخليك مش عاجبك شي أنا ما بقى بدي إياك بحياتي. فعملت إكس عليه، كان إكس حقيقي. قلت له أنا بعرف أنك أنت موجود بس أنا ما بدي إياك بقى بحياتي. ومن وقتها هاي القساوة القلب تبعي صارت تكبر أكتر وأكتر، وخلص صرت عم بجبر حالي، يعني أنا بدي أكون إنسان مستقل. ومشيت بالحياة، بتعرف حدا أنا عايش لوحده، عنده حرية كاملة، بيشتغل، الحياة بتجبرك أنك تصير أبداي، تعتمد على حالك، تكون مستقل، والمسؤولية بتعلمك كتير أشياء. فبلشت أشتغل وكل شيء كان يخطر على بالي كنت أعمله. كل شيء من ملذات الحياة؟ من كل شيء، يعني من كل شيء، يعني كل الأبواب اللي ممكن تتساءل عنها كنت أجربها. كنت حدا بدي أجرب كل شيء، وكان في تخبيص كتير بحياتي يعني. وكنت انتقل من مجال لمجال لمجال لمجال، واختلط مع عالم كتير. فبقيت على هيدي الفترة، يعني بدك تحكي لعمر ال 25 تقريبا. اوكي، هون بدي اقول انه لانه جايين لهون، يمكن احنا هلا لهيدي النقطة المهمة. هل قد تكسرت؟ هل قد كنت لوحدك؟ هل قد قلت له لله انا اكس لو موجود؟ منيح انه كنت بعدك بتامن انه موجود. قلت له بس ما بدي اعرف عنك شيء لانه كل حياتي عذاب، فينا نقول اكيد. شو صار من الله وليش يسوع؟ لانه ما بعرف اذا بقدر اقول انه انت من خلفيه يمكن ايمانيه تانية، ليش وكيف وصلت على قصة يسوع؟ لأنه هيدا الكتير الشيء المهم. إنه عم بستغرب أنا هلأ، أنا وعم برجع أسمع القصة، إنه غريب إنه واحد أكس كيف هيك إجا نهار، وأي نقطة، أي ليلة، ليه صارت القصة هيك؟ بهيدي الفترة ريكو الإكس كان ما بخبرك قديش كان حقيقي وكان عملي. ما كنت حتى أسمح لحالي إني حنله، تتخيل؟ كنت كتير عم بقسى على حالي، لأنه خلص غضبان عليه وغضبان عليه، وكله عم وكل اللي حوالي من القراب، ما كنت لوم البعاد لأنه إذا القراب هيك، فكله كان عم يتهرب من مسؤولياته. فقلت إذا الله اللي خلق هيدا العالم يتهرب من مسؤولياته، فهو عم يتهرب من مسؤولياته تجاهه. بعد 7 سنين من هيدا الحادثة، صراحة كنت عم بقطع بفترة كمان صعب كتير بحياتي. يعني بتذكر تقريبا كنت انزعبت من شغلي بسبب انه مش كان الحق علي، وكان صار ترم انه بدي ادفع الرنت تبعي، وكنت مريض. يعني هيك كانوا تخيل اشياء كبيرة يعني. فكنت قاعد بالبيت. انت عم تسأل كنت ليش يسوع؟ ايه، انه وين النقطة هلأ؟ بدنا نبلش بنقطة ليه؟ انه في قبل يسوع وفي يسوع، ليه الواحد ليه قلت يسوع؟ هذا الغريب. بس قبل ما بدي احكي شو صار معي بهيدي الليله، أكيد. انا بدي اقول انه انا ما كان عندي اي علاقات مع اي شخص او انسان مسيحي، ولا مره اجا حدا خبرني عن يسوع، ولا مره تعرفت عن ولا مره. انا اذا يعني انت حسبها منطقيا الخبرية، اذا الله كنت عامل اكس عليه فبدي احكي عن يسوع. اكيد. ف
بهيدي الليله كان ديت بالضبط 22/12/2012. كنت قاعد ببيتي بكل هالحوادث اللي عم بتصير معي، فرجعت قررت اني ارجع افتح حديث معه لله. صراحه لا كنت عم صلي ولا كنت خاشع، وكنت بعكس هول تماما. هلا في اشياء مش حقول على الهواء اكيد بفهم. كنت مرات كرهانه ايه بكلامك. ايه بلش حديثنا كنت عم مش كرهانه، كنت عم بشتمه، عم سبه، وعم اقول له انه شو هالاله انت ليه هالقد قلبك قاسي. قلت له انا بتفهم انه كل اللي حوالي من اهل وجر انه يبرموا لي ظهرهم لانه نحن معجونين بالانانيه. قلت له بس انت شو حشتك؟ انت شو حشتك؟ قلت له انا بعرف شغله انه انا موجود بهيدي الحياه لانك انت اللي وجدتني، انا من مسؤوليتك انت. فهيدي كانت صرخه ريكو، صرخه معاتبه، صرخه يمكن صرخه احتياج، بس احتياج كان كثير كبير. فكانت دموع عم تنزل مني، وانا صراحه كانت قد ما قسي قلبي ما بتذكر اخر مره بكيت فيها كانت. فانا وعم بحكي هالاشياء بسمع حدا عم بيرد علي بثلاث كلمات بسيطه، بيقول لي ما تخاف انا بحبك مش راح اتركك. صراحه ما فهمت شو عم بيصير، او اذا انا عم بتهيأ لي او عم بتخيل، او حدا حكي من بعيد، او كنت لوحدي عايش بالبيت. بس اللي يمكن ما حقدر وصلكم الحاله، بس الشيء اللي كنت عم حس فيه كان كثير قوي. حسيت شيء من بريت هيدا العالم اخترقني، حسيت اللحم عم بيدوم عن العظم تبعي، حسيت باشياء الكلمات ما لنا كافيه لتوصفها. وما حسيت، ما بعرف شو كنت عم حس، بس ما فهمت. ف لشده تقلي الموضوع بقيت تقريبا شي 3 ساعات قاعد نفس القعده اللي قاعدها هلا، وماني فهمان شو صار معي. انه اوكي عم بحكي مع الله، بس انه الله بيرد، مين اللي رد؟ يعني ما بعرف صراحه، ما كنت بتخيل انه الله بيرد علينا، انه مين انا بالكون كله لحتى يرد علي او بعد حدا يحكي معي. وما كنت شايف حالي عندي اي نوع امتيازات، لا كنت مؤمن، لا كنت تقي، لا كنت ساعد العالم. انا يعني ما كان عندي هالاشياء كلها صراحه. ما اخذته كثير بجديه الموضوع، بس كان في شيء غريب جواتي. فاللي صار انه بعد 3 ايام اتواصلت مع شخص، وهذا الشخص هو منه من خلفيه مسيحيه، وبنفس الوقت منه من خلفيتي. فخبرته، قلت له ليك بدي خبرك صار شيء كثير غريب معي. قلت له الله حكى معي، بس ما قلت له الله، قلت له يسوع حكى معي. منطقيا كان مفروض انه قل له الله حكى معي، بس قلت له يسوع حكى معي. بعدين طلعت هيك بالتليفون تبعي، طلعت انه شو كتبت، انه يسوع، مين يسوع؟ انه اوكي سامع بيسوع، بس ليش بدي اقول له يسوع حكى معي؟ كنت عم تبعت له رساله، كنت عم بحكي معه على الواتساب. وكانه هيدا الاعلان انعطى لي لاول مره، وكان انعطى لي انسايد اوت يعني من جوا لبرا. فاللي استغربته انا انه هيدا الشخص ما عمل هالرياكشن، وانا كنت هيدا الشخص كثير كثير بحبه، وكنت كثير مأثر فيه. قال لي اوكي طيب تعال عندي بس تبقى شي نهار. ف رحت لعنده هيدا الشخص، زرته على بيته. اول ما قعدت قال لي ليك بدي خبرك شغله، قال لي هيدا اللي صار معك منه صدفه. قال لي انا لي اكثر من 5 اشهر عم صلي لك. قال لي قد ما كان عندك انت غرور وكبرياء وما بدك تسمع حدا وما بدك، قال لي جربت اكثر من مره تحكيك تخبرك عن يسوع. هو هذا شخص مسلم حياته للرب يعني، وعن جد God bless him. فقال لي كنت عم صلي انه الرب لي يحكي معك، لانه ما كان في اي طريقه ثانيه. وقال لي هذا اللي صار معك. فقعدنا نتحدث وهيك، قلت له بس انه ليش يسوع يعني. ف
فعطاني هيك بتعرف ما اذا عندكم اولاد بالكي جي 1 هيك بيعطون هيدي مثل قصه صغيره وعليها الوان وما الوان. اعطاني نفس القصه مكتوب عليها قصه الابن الضال وهيك وزلمه خطيار وخواريف ومعزيت وعبتل هيك شو بيعطيني. فاخذتها وما قريتها عنده، رحت هيك على البيت فتحتها هيك وبلشت اقرا فيها، وكل ما اقرا حرف، كل ما اقرا شده، كل ما اقرا كلمه كنت مش دموع، كانه نهر عم يطلع من جواتي. ما بعرف اذا في انسان هالقد يكون عنده دموع جواته، عم حس انه في إيش، ما بعرف ليه عم ببكي، ما عم بفهم ليه عم ببكي، انه قارئ كثير قصص بس ما مأثر فيهم هالقد. ف شفت حالي الولد الضال، بس مين هو هيدا بي اللي عم بدور علي، ولا انا عم بدور عليه، ولا ما عم بفهم شيء. فبدي صرت صار جواتي اني اعرف اكثر، فصرت اتردد لعنده اكثر لهيدا الشخص، وكان عندي اسئله كثير كثير ما بتتخيلوا، يعني شو عندي اسئله ومين وكيف وليش واي متى، اوف لهالدرجه. طب انه كل ما اقرا كنت اكثر شغله انه كنت عم بقرا انه احبه قاعد اوف لهالدرجه، انه ما كنت عم فتت بحاله صدمه انه هالقد الله محبه، انه كنت عم جرب اتفهم الموضوع بس لا انه لهالدرجه. ف مضيت فتره معه هيدا الشخص، وعن جد كان بركه كثير كبيره لإلي، وكنت هيك كان كل ما اعرف شغله كان جواتي اعرف شغله اكثر، وعلى طول اعرف اشياء اكثر. بس ما اكتفيت بهون، حتى وقت اعطاني الكتاب المقدس رحت على البيت وصرت فتحت على تكوين. وتكوين هي بدي اعرف لانه القصه من اساس كيف بلشت. انا اول شيء قبل ما افتح وقبل ما بلش هالقصص قلت له يا رب انا كل الفلسفات اللي بعرفها جواتي انا ما بقى بدي اياها، انا بفضي حالي هلا وبدي انت تفهمني وانت تعلمني لانه بدي اياك. هيدا الشيء اللي عم حس منه، بدي افهمه اكثر، بدي اختبره اكثر، بدي اعيشه اكثر. فبلشت اقرا بتكوين وكيف الله خلق الانسان وخلقه على صورته وكيف حبه، وصرت اسال الله، بلشت اعمل دروس تلمذه معه، لانه في بهيدي النقطه بهيدي المرحله صدقت انه الله موجود، انه الله بيحكي، لاني سمعت صوته. بدنا نحكي كثير، بس بدي اتوقف عند هيدي النقطه انه قد ايه مهم نعرف انه الله اللي بنعرف عنه واللي هون عم نحكي يسوع، أي الله المتجسد، بيسمعنا، لأنه دايماً الله كأنه شيء كتير عظيم ما منسترجي نحكي، ما منطلع بعيونه، ما بيسمع علينا شيء. رح أوقف بهيدي النقطة، هيك نسمع ترنيمة من بعدها نطلع لبريك، لأنه في بعد كتير أمور. يس بليز، نسمع أكيد ترنيمة 100%. بقى رح نسمع ترنيمة مع البنت. أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك، أجد مجدا باسمك، أعبدك بالروح، أعبدك ولتكن حياتي ربي ملكك. أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك، أجد أعبدك بالروح، أعبدك بالحق،
أحبائي يشرفنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة من خلال شاشات سات 7 خدمة صباح الجمعة من كنيسة قصر الدبارة الإنجيلية. لذلك انتظرونا كل يوم جمعة 11 صباحاً لتتعبدوا معنا لإلهنا الحي. صباح كل جمعة من كل أسبوع على شاشة سات 7. أبونا قبل أسبوعين صليت لي مش عارف كيف، والحمد لله والشكر من ذاك اليوم يوم أنا كويس، حتى يعني ما بحس بشيء. هاليلويا. أنا حبيت أقول لك يعني أنا عفيت من مرة بالفقرات العنقية، أنت صليت لي فالحمد لله والشكر طبت يعني. هاليلويا. أنا قبل شهرين خابرتكم عن جوزي كان مريض حيل يعني، والحمد لله هسه صار أحسن بفضل الله وبفضل صلاتكم. أشكر الرب من أجل كنت تعبانة شوية يا أبونا وحضرت المتابعة معاه، والرب الحمد لله شفاني. لما تعرفه تثبت فيه وتبقى غالب فيه فيكون لك هذا النوع من التسبيح. الحي القيوم ملك الأبد. اللي ما خدتش قرار انك ترجع لربنا دلوقتي، سيب كل اللي في ايدك وركز قوي مع ربنا. بنحط حياتنا واجسادنا وامراضنا بنحطها عنده واثقين فيه. لو انت النهاردة عايز تدي حياتك للرب، ادي له كل اللي عندك، قوله يا رب ادي الرماد اللي عندي، انا مصدق انك تقدر تحوله لجمال. أهلا بكم في مرحلة جديدة من بناء الجسور، نبني فيها الجسور بين المبادئ الروحية، ما بين القيم الحقيقية التي نؤمن بها وبين الواقع السياسي. نشوف استراتيجية شاملة نواجه بها الإرهاب. كنيسة يستحيل تعمل بالسياسة. بين الأحداث التي نشاهدها كل يوم وبين انفعالاتنا تجاه هذه الأحداث وبين ما نريد أن نتحرك إليه ونبنيه. يتبنون الإرهاب، يتبنون الإجرام، يتبنون القتل، ويظن أنه يحسن الصنع. ده اسمه العنف الفكري. والدين هدفه خلاص الإنسان. إحنا عمرنا ما هنبقى دولة كويسة إلا لما هذا الموضوع ينتهي. انتظرونا في مرحلة جديدة من برنامجكم جسور، نبني فيها الجسور معا ونعبر فيها على الجسور معا. رجعنا مع الحديث مع مدرك. مدرك، أنا بس كان عندي سؤال خطر لي وأنت عم تحكي على طفولتك وكيف تنقلت من بيت لبيت ومن وسط لوسط ومن جو لجو. حسب معرفة أنه أنت من خلفية منا مسيحية، أو يمكن إذا فينا نقول من خلفية مسلمة، فبتنقلاتك هيدي وين المكان اللي سمعت فيه عن يسوع؟ يعني أنت لما كبرت وقلت أنه صرت كتبت مسج قلت يسوع وقلت أنه أنت كنت سامع فيه، وين سمعت فيه؟ يعني وين كانت النقطة اللي أنت سمعت فيها يسوع وقبلت أنك تستوعبها؟ لأنه إحنا هلا إذا بدك أنا بأخذهم مع أولاد وصغار، يعني بأعمار صغيرة وفي بالأعمار اللي أنت كنت فيها، بس نحكي باسم يسوع منلاقي صد ورفض، يعني منلاقي رفض كتير كبير. ما بعرف إذا هناك كان عندهم إدراك قبل عن هذا الشخص أو كان شيء غريب عندهم، بس أنت وين سمعت؟ يعني إحنا هلا فيه يقول إذا شفت ولد مثلا في يوم من الأيام صار مؤمن وكبر وعم بيعطي شهادته، بعرف يمكن انه سمع لانه هلا فتحت المجال هلا بلبنان وعم بينحكى وعم يتبشر عن يسوع،
بس انت كطفل كنت عم تتنقل، ما هديت بمكان، وين سمعت، وين لقطت هيدي الكلمه، ومين حكى لك عنه، وشو حكى لك عنه؟ اوكي ولا بمحل. واو ولا بمحل. بس الصرخه كانت كبيره لدرجه انه حتى ما في داعي للامور البشريه المتعارف عليها، هالقد كان الاحتياج لله. ولأعرف الله بحاجة أعرف كيف هو يعرف عن ذاته. نحن كيف منعرف الله لو ما هو عرفنا عن ذاته؟ أنا كنت أعرفه قبل بأفكاري وبرأسي وكيف أنا مفكر أو أنا بدي إياه، بس أنا وقت عرفت الله بالوجه الحقيقي اللي عرفته هي وقت هو عرفنا عن ذاته بيسوع المسيح. وقت الله ظهر بالجسد ليجي لعند الإنسان ليقول له تعال، أقول لك أنا مش بس بحبك من فوق، أنا بحبك من تحت، من أنت وهون. حسب أوجانا وفهمنا. كثير كثير حلو الجواب. طيب حكيت كمان عن أهلك وعن الناس القريبين وحتى عن يمكن علاقتك بالله، كنت عم تقول إنه كان في ولد فيك حقد وغضب أكثر كشاب. وينك أنت هلأ من هيدا الموضوع؟ يعني هل في، هل بعدك عم تشعر بالمرارة والحقد والغضب، أو تخلصت وقدرت فيك تحكي لنا بس عن هيدي الفترة، وإذا قدرت تشوف أهلك من بعد من بعد حبك ليسوع وإيمانك فيه؟ أول ما بلشت أفتح البايبل كنت عم بتأثر بيسوع كشخصية، كشخصية إنسان. صرت أنا بدي صير مثله، مثلاً هو بيعمل هيك صرت أنا بدي أعمل هيك، وكنت كتير بتفركش وهيك. فكنت كتير صلي له يا رب أنه ساعدني وهيك. فكنت step by step عم بطلع شوي شوي لحد ما وصل الموضوع لموضوع أهلي، وكان في تقريبا عدم اتصال معهم بشي 7 سنين، وانا كنت عم بنهي اي محاوله اتصال ممكن كانت تصير او بدها تصير من غير تراف او من اي حدا، لانه ببساطه ما عندي اي دافع صغير لاني سامحهم. انا عملومن على لحظات كثير بشعه عشتها، وكان اللي يأذيني اكثر من هيك انه هن ما كانوا يعترفوا انه في شيء غلط من ناحيتهم. يعني امي كانت تعتبر انه هي ما خاصه، ونحن وانا بتفهمهم اكشلي، لانه نحن كبشر على طول بندور على حيلا شيء تنحط اللوم عليه، بس ما منلوم حالنا، حتى منلوم الله، منلوم الشيطان اوقات، منلوم المجتمع، منلوم البلد، منلوم السياسيين، بس انه منقول يكون عندنا هيدي القوه تنعترف انه نحن غلطنا. انا ما كان عندي اياها، بس بلش الرب يسوع ينميها فيي هيدي لحد ما ضوالي. قال لي جاني خبر انه بي فات على المستشفى، وانا كنت شايفه باكثر من مناسبه قبل صراحه، وما بتتخيلي كنت اقطع من حده وما كنت طلع فيه. فوقت اجاني خبر انه هو بالمستشفى، رب كثير تقل على قلبي، قال لي واهلك؟ قلت له بس يا رب ما اهلي انت بتعرف شو عملوا معي، وهن واحد واثنين ثلاثه. قال لي انا بحبهم بدي اياهم كمان. كنت عم خاف قديش هالإله شو فيه محبة، ما كنت عم بستوعب انه لهالدرجة بتحب اهلي. طب يا رب اوكي، بس ما هقدر روح لحالي، ما هقدر سامحهم، ما هقدر احبهم لوحدي ولا فشخة من دونك. هيدا الشيء اللي كان جواتي، ورحت عند بيي. تخيلي بعد عداوة كبيرة، كنت اقول اشياء احكي عنهم بطريقة كتير بشعة، قد ما كنت من اذى وقد ما كنت لومهم وهيك. ف كنت كتير ملخبط وهيك، ورحت لعنده لبي على المستشفى، ورحت وغمرته وحبيته. وقلت لي بس نقطة كتير عنيت لي، قلت لي قدي كنت إذا فينا نقول زعوري وما بتخاف من حدا، وأنت اللي يعني مش كلجي، مش فرقني معك شيء، يعني ما عندك شيء بالحياة تخسره. قلت لي إنه كان شو كان صعب، وفي خوف الرجوع لعند البي، مزبوط؟ كانت شغلة كتير هيك صعبة. هي الصورة بحد ذاتها، الصورة اللي مرسوخة في بطفولتي، وكل هالغضب والحقد بدي هيك بلحظة بكل بساطة، وحتى لو هو مش طالب منه روح تعاتبه أو يعترف، لا بدي روح لحبه بس. واو، يعني صراحة هيدا شيء ولا إنسان على وجه الكون بيقدر يعمله. هيدا شيء بده السما على الأرض. هيدي الله وقتها بده يعطي هيك وصية، ما من حقه يعطيها لإنسان، لأنه الإنسان ما بيقدر يعطيها، بس الله وقتها عملها، عطى روح القدس مع الإنسان ليعينه على الضعفات، لأنه الله هو اللي جبلنا بإيديه وبيعرف ضعفاتنا.
فكان من أصعب المواقف صراحة اللي اختبرتها بحياتي إني حب. هيدا أصعب شيء، حب إنسان إذاني وسامحه، مش قله مثل هيدا الشيء الدارج اللي بنعمله اليوم إنه أوكي الله يسامحك أنا بسامحك وخلص ما بقى بدي أحكي أنا وياك. لا، يسوع عنده تعريف تاني للمحبة. بدك تحب الواحد، بدك تصلي له، بدك تباركه، بدك تصالحه، بدك تخدمه. فهول الستاندرز تبعه كانوا كتير عاليين. بس إذا بدنا هيك نقول، فت لعنده وقعدت وكانت مرت بيك هونيك. صح، وكان كانوا سامعين عني أشياء، أنه بلشت أعلن إيماني أنا، ويمكن لأنه ما بيفهموا شو طبيعة هالإيمان أو مجرد ما عم يسمعوا، بس أنا رايح جواتي كلني إيمان، لأنه الشيء الوحيد اللي خلاني أروح لعندهم هو إيماني بشخص الرب يسوع. وأنا رايح تخبره لبي اللي كان تعبان بالمستشفى، لخبره عن مين هو رب يسوع، وتياخد الفرصة اللي أنا أخذتها. لأنه للحظة وقت الرب كلمني بالليل تروح لعنده لبي، ضوت فكرة براسي. الرب قال لي أنت مش من حقك تكون أناني تحتفظ بهالشي رائع لوحدك. هاي هون انكسرت أنا وقلت له معك حق يا رب. فرحت وقعدت مع بي وخبرته عن يسوع وعن هيدا الإله رأى وشو عمل بحياتي. ما كانت عم تفلسف عليه وما كانت عم، بس بكل بساطة كانت لأنه عمل كتير أشياء معي، كتير أشياء عملية، مثل إنه حتى كنت أنا بدخن إلي 13 سنة، كان ما عندي أي قيمة لجسدي، كنت ما عندي شيء أخسره، كان كل الأوبشنز مفتوحة، كان دراجز لألكول لتدخين لكل أنواع الأدكشنز، بس كلهم هول الرب كان عم بيخلصني منهم بقوته مش بقوتي. بس أعظم شيء اختبرته معه، مع أنه اختبرت أنا يسوع المسيح بشكل كتير عملي بحياتي. تخيلوا حدا مش من السهل يحكي هيك حكي، بحاجة لشيء ملموس نحنا. فكان رب عطولي أكد، يسوع كان عطولي أكد لي أنه إيه أنا اللي عيطت لك، بدي إياك أنت تجي لعندي، وأنا تعا مثل ما أنت بكل الزبالة اللي عليك، تعا أنا بنطفك، أنا بقويك، أنا بعزيك. كان عم بيأكد بشكل عملي بخوف يعني. حتى كنت هيك أوقات عم بتعامل معه مثل بتعرف الولد صغير، مثلا يكون عم يجاني درسي قل له طب يا يسوع إذا عن جد هيدا أنت اللي عم تحكيني، خلي هلأ هيدا الوجع هلأ يروح بهاللحظة. قال وشيل إيدي ويروح يعني. عم تخيلي أنه وكتير صارت معي أشياء مثل هيك. بس تخيل قديش هيك كان مخدني مثل ولد صغير، يعني إذا منقولها مخدنا عقد عقلاتي. فبس أعظم شيء اختبرته شيء عملي ملموس هي المحبة وهو الغفران، لأنه هيدا شيء عظيم. وأنا اليوم صراحة تقول شيء بأمانة، أنا شعبي ومجتمعي وجيراني اللي كنت قاعد معهم وقتها، كنت حتى شخص متدين، أنا ما كنت أحبهم، أنا اليوم بحبهم. أنا اليوم بحب أهلي اللي ربيت معهم واللي ما كنت أعرف حبهم. اليوم بقدر حب اللي بينحب واللي ما بينحب. اليوم عم بختبر شيء مش من هيدا العالم، المحبة. عم بختبر الله بحياتي، لأنه الله وقت عرف عن حاله قال إنه هو محبة. وفي كتير محلات كنت عم جرب إنه أهجم مع العالم تبعي وهيك، وكان هو عم بهديني، قال لي بديك تحبهم، ما بديك تتفلسف عليهم، ما بديك توعظهم، ما بديك تقلهم مين صح ومين غلط، بديك تحبهم. وهيدي الآية البسيطة كتير اللي بتقول إنه اللي ما بيعرف يحب هو ما بيعرف الله. ببساطة ما فينا ندعي إنه نحن منعرف الله إذا ما منعرف الحب، لأنه الله هو المحبة. الله مش محبة، الله هو المحبة. فتعرفت على المحبة وأنا تحررت بالمحبة. يسوع حررني، مش جاب لي ملاك طاير وفرجاني عليه بعدين، لا، قد ما حبني حررني. بتعرف من شو حررني ريكو؟ حررني من نفسي، حررني من أنانيتي، حررني من أفكاري، حررني. زرع فيي حب للعطاء، زرع فيي حب للأولاد، أنت بتعرفي جيمي، زرع فيي محبة للشخص البسيط، علمني كيف أسمع. مش 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 شيء مجازي عم قوله، بس يسوع موتني وخلقني عن جديد، رجع عمل لي نفس الصورة، جبلني بإيديه وخلقني من جديد. شان اختبار ورا هيك حديث بترجعني، يعني كنت منقى ترنيمة بس من أكتر ترانيم اللي هي حرية لإلي.
قدي أنا بحب كل الناس، كان عندي المشكلة إنه بتعلق بكل العالم، وكأنه العالم مرات إذا ما حبوني كنت تعرف قلة الحب العالم تكسرك. بس حبيت يسوع كان من أحلى الترانيم، وبعدها هي أروع صديق أغلى حبيب، وعملتها كليب لأن حسيت إنه تركوني الكل أو ما تركوني، أنت القمة تبعي. حتى مرتي مريم بتعرف بتبتسم، وحلو إنه بتعرف بقول لها يسوع هو كل شيء، يسوع هون، أنت ناس كذا، بس يسوع أنه ما في يعني من بعد 14 سنة مأمن فيه كتير كتير حب وخيال، حررني من هذا الشيء، ما عدت مستعبد لولا شغلة، مع أنه أكيد عنا طلوع ونزول، عنا من الماضي بيرجع، وهول هيدي حلقة تانية لوحدها فينا نفتحها. رح رنم هالترنيمة أروع صديق، وأكيد بركي فينا ننتقل على الطاولة نقعد كلنا ونكمل الحديث إذا كمان نور عنده وأنتو، وهيك نشوف فقراتنا تانية. أروع صديق، أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. ليس سواك، أحببتني للمنتهى أنت يسوع. من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع. ليس سواك، أحببتني للمنتهى أنت يسوع. من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع. أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. أنت يسوع،
نفسي تعلقت بك أنت يسوع. أمين. كان بس بدي شارك بشغلة كنت عم بقراها اليوم الصبح وما قدرت هلأ ومدرك هو عم بيحكي ما قدرت إلا مفكر فيها. كنت عم بقرأ قصة ريكو كتير بيحبها عن المرأة النازفة وحبيت فوت بالتفسير أكتر. وكان عم بيحكوا إنه التوب اللي كان عم تحاول تقرب لتلمسه هو التوب كان بيلبسه الشخص اللي يعتبر هو مختار من الجماعة اليهودية. فكان بطبيعة الحال يسوع ماسك لابس هذا التوب وماشي وهي براسة إنه تلمس طرف التوب بس لحتى تشفى. كان عم يقول بالتفسير إنه إذا إحنا ما بنعرف خلفية الامرأة بس فينا نقول إنه يمكن هي براسة هيدي خرافة مثل يعني واحدة من الخرافات إنه أنا بلمس توب بشفى. بس فعليا هي كانت مركزة على الشخص اللي كان لابس هيدا الشيء وزحفت كل الطريق. وانا كنت عم اتخيل اكثر كنت عم صاير بتخيل هيدي عم تندفش عم تنضرب يعني اذا انتبهوا عليها بيعرفوها انه هي نجسة كانوا ممكن تعرضت لكثير اهانات. بس وصلت لما لمست هد بتوبه في ترجمه بتقول انه يسوع ما قال انه قال مين لمسني رغم انه هي كان قصدها تلمس التوب بس هو عرف انه هي جايه وحاطه براسها انه تلمس يسوع وقال لها انه مين لمسني وقصد انه يفهمها انه انت جيتي لعندي وانا بدي اوضح لك انه انا هلا شفيتك. وحتى بيقول بالتفسير بيقول انه حتى بيقول لها شيء نادر لما نشوف يسوع عم بيقول لها يا ابنتي دعاها بابنتي. فانت عم تحكي قصتك ما كان فيه الا واتخيل انت بهذا الموقف يعني انت اللي بقيت كذا سنه ناطر يمكن ماك عارف شو هو يسوع بس هو دلك هو قال لك مين انا هو كشف لك عن ذاته واعطاك كل الوقت لحتى يعلمك أكثر من هو تمام مثل ما عمل مع المرأة. فكتير أثر فيه وكنت عم أقول أصلاً الرب أنه أنا ليه قريت هيدا الصبح وشو الهدف وشو السبب. هلا أنت عم تحكي ما قدرت إلا ما أشوف صورة المرأة النازفة. تعرفي تمارا بدي بس زيد على الشيء الحلو سوري تمارا أنا بدي تمارا كنت بالأول تمارا بلا الألف بالآخر كلنا منقول هذا الشيء تمام. بتعرفي شيء مش بس المرأة النازفة ومش عم قول مشاعر عم قول حقيقة عن جد وحتى حقيقة علمية يعني مش بس المرأة النازفة وأنا كنت اللص على الصليب وأنا كنت المرأة الزانية وأنا كنت كل هودي كل الشخصيات وأنا كنت الابن الضال وكنت كلهم ويسوع كان الشخصية الثابتة. الحلو فيه إنه محبته ثابتة محبته كانت لإلي قد ما كبيرة. أنا كنت قبل وقت كنت شخص طب مش يعني كنت متدين كنت وقت اعمل شيء غلط كنت اهرب من الله اتخبى منه روح شيء جمعه جمعتين بعدين لارجع واقول له بعتذر وسامحني. وهيك اليوم وقت اعمل شيء غلط مثل ما قلت انه لانه نحن بعدنا بشر وبنغلط طب ما نكون ما حدا يفكر انه نحن فوق السماء يعني صرنا نحن وقت اليوم بعمل شيء غلط اليوم انا ما بهرب من الله انا اليوم بهرب عند الله بركض عند يسوع بقول له يا رب انا غلطت ومش حابب زعلك وصار لي الاشياء اللي تعني لي انه هيدا الغلط اللي هي الخطيه لانه صارت تعمل حاجز بينه وبين يسوع فبطل بدي يكون في حاجز بيناتهم. لهيدا السبب انا صرت بدي اتقدس اكثر صرت بدي اصير مثله لاقدر اكون معه على طول وافرح فيه واختبر هيدي محبته اللي ما بينشبع منها هذا الملكوت الرائع الغني بالعطاء وكل يوم عن يوم عن جد فعلا قد ما بدك تطلبي هيك هو بيعطيكي وبيعطيكي كثير فإلهنا كريم. جيمي عنا يمكن أكيد في إشياء في فيديو هيك وبركة منذكر اللي حابب على الهوا كمان يتال في يسأل مدرك أسئلة أو يعطيك المتشيع أو حتى يبعثوا أسامسات أو على الفيسبوك ما بعرف إذا عنا إشياء رح تصلنا هلأ وصلنا يلا. سوري جيمي هلأ وصلنا مسج من صديقة اسمها نوسة بتقول حلقة اليوم تبدو مثيرة للاهتمام لعمق الاختبار اللي بشوفه اختبار مهم وسيشفي الكثيرين. وبتسأل انه هل كان مدرك من خلفية غير مسيحية يمكن جاوبنا على السؤال بالحلقة. الرب يحفظكم متألقين وطالبة انه كان نقرأ الرسالة على الهواء لحتى تتأكد انه هي عم توصلنا ونحن بنقرأها لحتى تتأكد انه في كوميونيكيشن. سيا نوسة اكيد احنا بنقرأ يمكن مش كل مرة نقدر نقرأ على الهواء على حسب ضيق الوقت بس هيدي كرمالك. أكيد بدنا نذكر المشاهدين كمان انه الارقام مثل ما انت قلت ريكو الارقام عم تطلع على الشاشه. كثير بنشجعكم انه تتصلوا فينا تخبرونا عن اختباركم مش اختراقكم هلا ممكن تخبرونا تنصلي لكم بس كمان كلمه تشجيع لمدرك كمان واذا انتم مرقتوا بنفس الاختبار. مدرك انا عندي سؤال لك
الشيء اللي حبيته وشفته فيك هو الزخم يلي عندك إياه، الشغف يلي عندك إياه ليسوع، وبعرف هيدا إجا مع الوقت ومن هيدا الاختبار. طب شو فيك تقول للشخص يلي عم يفشل، يعني يلي إجا لعند يسوع بس بعده عم يفشل؟ يعني مثلا أنت قلت كنت تدخن بس قدرت توقف دخان، طب إذا هيدا الشخص بعده عم يدخن لهلا بس بيحب يسوع، طب إذا كان هيدا الشخص كمان تنقول مش قادر إلا ما يفوت على مواقع إباحية بس بيحب يسوع، طب شو بده يعمل؟ إنه هل هو ما بعرف شو بتحب تقله أو تقله؟ أنا رح جاوب شيء كتير حقيقي وبسيط. يعني الخطية حلوة هيك مستلس فيها، بتعلي الأدرينالين عنا، إن كانت سيجارة أو شيء سيكشوال أدكشن أو شو ما كان، حلوة بتنبسط فيها، بس بتنبسط فيها للحظة وقتية، بس يسوع بتنبسط فيها على طول. بس أنا وقعت بهيدي بأول مشواري مع الرب وكنت أوقع فيهم، وبعدنا اليوم في أشياء صغيرة، بس لأنه أنا قد ما بدي يسوع صرت أعرف إنه هولي حواجز عم تكون بينه وبينه، ما بدي حاجز حسب حتى جوعي لإله وعطشي ما كان هالقد. أنا كنت قل له حابب جوع لإلك أكتر من هيك، زراعة فيي أنت جوع لإلك. يعني كنت كل شيء اطلبه منه قال له مثلا انا بدي احكي عنك بس انه ما بعرف احكي عنك، بليز اعطيني الحكمه لا اقدر احكي عنك. يعني كنت صراحه وقت اقرا شيء كنت اقرا اشياء بسيطه بالبايبل، ما كنت انه اقعد واقري كله وهيك، بس كنت وقت الاقي هيك ايات صغيره صراحه. يعني كنت اقول اطلبوا ملكوت الله وبره وكل ذاك يزاد لكم. انا اخذتها مثل ما هي، كل ذاك يعني كل ذاك يعني أجار البيت، يعني 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 أرجع على كفي علمي بعد 7 سنين، يعني قصة الجامعة اللي هالقد قده، يعني كل شيء. أنا بس بكل بساطة كنت أطلب، وهو الفكرة بس عن جد نصدق، لأنه هو يعني تعني تطلع ما في يسوع على ولا صليب، مع أنه لليوم بعدنا بنحمله بنحطه على الصليب، هو حي. أمين. فبس هيك ركز على أيامته، بركز على ساعتها بصير بشيل عيوني عن الخطية، لأنه في شيء أروع. الله ما بده يحرمني من الخطية لأنه ما بده أنا استمتع، بده يمتعني شيء الأبدي، لأنه هيدي متعة الخطية اللي هي برجع بقول فيها لذة هيك وقتية وبتنبسط فيها، بس هترجع تفوتك بإحساس بالذنب، وحترجع هيك تاخدك على محلات فيها ظلمة. وهذا شيء عملي بني عم بالغ، لأنه فينا نشوف كثير من المشاهير جيمي ومعهم كثير مصاري وبيقدروا يعملوا كل شيء وآخر شيء بينتحروا، لأنه هيدا الجوع اللي بجواتنا اللي هو كبير كبير لدرجة أنه بحجم الله ما بيعبي لحضور الله بذاته. بس هيك نطلب نتشجع. يعني يمكن قبل ما نروح ونحضر فيلم موفي كتير حلو، اكيد في ناس حضروه على يوتيوب بس ننصحكم تحضروا، بيحكي عن المحبه والعطاء. اليوم اصحابك اللي مشوا معك الدرب وين هن اليوم؟ الاكتريه قبل اللي التقيت فيهم بحياتك قبل ما امنت بيسوع؟ مع الاسف نصهم بالحبس ونصهم بعصابات ونصهم ما بعرف وين يعني، بس وهذا الشيء اللي بيكسرني ريكو، لانه انا كان مفروض كون معهم هونيك، مش هون، مش اليوم هون وحدا عايش بايمان وعم يختبر محبه الله. انا ما عملت شيء بيستحق اني اخذ هيدا امتياز، انا ما بستاهله، انا ما بستاهل الفظ اسم يسوع على شفافي، هيدا الاسم هيدا البي الحنون. أنا عن جد كل اللي عملته أني طلبت وأنا جواتي أن كل أخواتي وكل اللي كانوا بيعرفوني وكل أهلي يختبروا محبة الله الحقيقية، مش 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 ديانة، مش تدين، مش أعمال، بس نختبر محبة الله، وهي محبة يسوع هي الوحيدة اللي بتقدر تحررك لتشوف صورة الله الحقيقية. قبل ما نطلع عندي هيك سؤال، عندنا اتصالين. اوكي بس هيك كثير حلو تحكي، بس لانه حلو بس نعرف شو بدهم يقولوا له. اكيد ماريا من الناس الصديقه لنا وحكيت كثير اثرت فيك، رح ناخذ الاتصال ماريا وهيك الاتصال الثاني من وراك. هاي ماريا، كيفكم؟ نحن منيح. انه هو
عن جد عن جد بركة لكل هالشباب الضايعين وهالبنات الضايعين، وبدي اطلب منه انه يصلي لكل هالناس الضايعه، وبدي اقول له انه انت مشيت على الطريق المضبوط، وانت روح القدس كنت طاغي على لسانك اليوم، وانا عن جد ما بعرف شو اقول، انا متاثره بالقصه، وانت شخص فعلا قوي وفعلا عظيم، وانا كثير 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 بحبك. ثانك يو ماريا، كثير 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 على اتصالك. رح اخذ اتصال ثاني. هلا مدرك رح انه اكيد رح يعبر ومبسوط فيك. معنا جريس، ما بعرف اذا جريس اللي كثير بحبها وهي مرت القسيس، اوكي، لكن جريس ما بعرف مين. جريس معك، مساء الخير جريس. لا سوري، انا مساء النور، انا جريس مصري وردة. جريس، هاي جريس مصري وردة. اوكي معلي ولا همكن. يس جريس، شو بتحبي تشاركينا؟ انا بس حب اقول، انه كثير بشكر رب يسوع لاني فتحت البرنامج تبعكم ووصلت لي كان عم يحكي لا تخف انا معك وانا بحبك، وكنت مستعده انه هالمسج توصل لإلي لانه كثير محتاجه المحبه اليوم، لانه ذكرى البابا كانت امبارح. فبشكركم على هالتشجيع، وبشكر انه يسوع حكي معه شخصيا لحتى جيبه، ما حدا تاني. والرب يبارككم بهالبرنامج ويبارك كل المخرجين. ثانك يو جريس، ثانك يو كثير جريس. لكن هول بعد في اكيد ناس، وبنرجع ناطرين على الفيسبوك اذا اجى تمار دغري قطشينا، بس نور عنده شيء كثير مهم. او سؤال، سوري لان قطشتك. لا بس مدرك، ما بعرف، انا ايام بفكر من حالي، انا بمر باوقات صعبه بسال الرب وبقول له اوكي علمتني شيء من هيدا الشيء الصعب، بس ما كان فيك تعطيني اياه بغير طريقه. هل اجى يوم وسالت الرب انه ما كان فيك تحكيني من دون ما مر بكل الظروف اللي مريت فيها انا وصغير؟ وغير هيك، هل وصلت لوقت قلت له يمكن شكرا لاني مرقت باللي مرقت فيه، لانه هيدا الشيء اليوم خلاني اختبرك بطريقه غير ما الكل العالم بيخلقني من الشيء اللي عم بسمع اختبارك بطريقه فيني اشوف انه مش عم تحكي عن حكي حافظينه، حكي الكليشيات، فيني اشوف حكي شخص مختبر، يعني الشغف اللي قالت عنه جيمي، شخص عن جد عايش الكلام وفاهم منيح شو عم يحكي. فهل وصل هيك لوقت قلت له شكرا على الشيء اللي انا قطعت فيه اللي كان كثير صعب، وفي كثير ناس ما بيتحملوا هيدا الشيء اللي يمكن قطعت فيه، وبس شكرا لانه اليوم بختبرك بطريقه غير ما الكل بيختبرك كمان فيها. ثانك يو على السؤال، عن جد كثير حلو وحقيقي، بحب الاسئله الحقيقيه. اكيد سالته واكيد قلت له طب ما كان فيك تعمل شورت كات، يعني انه تعبت فيهم هول كلهم، يعني عانيت صراحه، يعني في محلات انا ما كان عندي بيت بحياتي، هالقد كانت المعاناه، يعني كان في ستراجل حقيقيه. مش وين كنت اذا ما في بيت؟ كنت هومليس، ما كان عندي بيت، وكنت بدي اقدم امتحانات رسميه وعم بدرس على سطح رفيقي، وكان في اوقات صعبه، كان في اوقات ما عندي اكل لاكل، ايه بشكره عليهم. تعرف ليه بشكره عليهم؟ لانه سالته هذا السؤال، وإذا أنت سألتني سؤال أنا كنت أسأله 100، وكان يجاوبني مش 100 جواب، كان يجاوبني 1000 جواب، كان يفتح ذهني على أفكاري، يقول لي إذا أنت إذا هلا الابن بيجي عند بيو شو ما يقول له بيعطيه بيو، ولا البيو بيعطيه شيء لمصلحته للولد. يعني إذا أجا مثلا ابنه قال له بابا دخنت سيجارة مع رفيقي وكثير انبسطنا فيها، بليز فيك تجيب لي علبة؟ أكيد ما حيجيب له علبة، يعني رفضه، بمعنى رفضه، بس هو رفضه لأنه هو بيعرف مصلحته، لأنه البي أوها من الابن. هيدا البارت. والبارت الثاني، الله بحسب حكمته، من صفات الله بالكتاب المقدس بيقول أنه هو الله العلي. العلي يعني كل شيء يخضع لسلطانه، يعني حتى تحرك إبليس ممنوع يتحرك فوق مشيئة الله أو إرادته. أنا اليوم بآمن إنه الله سمح بهيدي الأمور تصير بحياتي لحتى يكون هيدي الصرخة بداخلي، لأنه أنا بشوفه لله إنه هو he is gentle، هيك رقيق، يعني ما بيفرض حاله، بيش بيقول لك تعال أنا بدي حبك تعال، لا، إنه بده إياك أنت تطلبه ليفوت يغمرك، ما
مثل ما بتقول ايها انا ذا واقف على الباب واقرع، كان عم يقرع بهيدي الطريقه لحتى انا اقوم افتح له. ما هو بيقدر يخلع الباب ويفوت، بس سمح بهيدي الامور لحتى يكون هيدي الصرخه الكبيره، لانه بده يحبني كثير كثير، ما بده يحبني شوي. وفي شيء على الانسان بيوقف عليه، يعني مثل ما حكيت قبل شوي، بليز ما بقى نحط اشياء نلومها، نحن عن جد بدنا الله بحياتنا او لا؟ خلينا كلنا نسأل حالنا هالسؤال، وإذا بدنا إياه قديش بدنا إياه؟ بدي إياه يوم بالأسبوع بال 24 ساعة قد إيه بعطيه وقت؟ أنا شخصياً عم بعطيه 10 دقايق بيور، هو ال 10 دقايق عم بقعد فيهم، وخبرتك عنه ليك وهذا الشيء الحلو، الشيء كثير بسيط وعم حس حالي كثير، بس أنا بخاف إنه أوقات حتى ال 10 دقايق ما عم نعطيها. بدي أقول بدي أروح على الفيديو دغري، بس بدي أقول كلمة لنور. أنا معلي أنا رح جاوب، لأنه أنا عرفت بلا ما كتير أسأله قد ما كنت حبه أنا، ويمكن وصغير ما شارع الله بصراحة، بس أنا بشكره على كل غلطة وعلى كل شيء جرحت فيه وعلى كل الناس تركوني، لأن أنا بصراحة ما كان عندي هيدا القلب الطري وهول الدموع اللي كتير بحبهم، لأن ما بدي يكون تمساح اللي بس يكون حدا من إخوتي أو من عيالي تعبين ولو نقطة كل قلبي بيعصر له، لأن أنا تعذبت وحدي، بكيت وحدي، بقى أنا بدي يكون هالقد وبهالقلب الطري كان عندي شغف رهيب ليسوع، ما بدي أعيش عادي، بدي أعيش عشقين. ومش هيك بقول له الآية كل يوم بتعرفوها، حب الرب إلهك من كل فكرك وقلبك وعقلك، حب قريبك، هيدا بطلبه أنا ومرتي كل يوم. مدرك عنده 3 دقايق، مدرك عنده شيء كتير مهم بدي يقوله، وكل الأسئلة السؤال اللي سألناه أسبوع جاي منبلش فيه ومنجاوب على الناس شو جاوبه. مدرك، أنا عن جد من قلبي مش هيك كلام، يعني بدي أشكر الرب على هيدا المبنى وعليكم وعلى عمل التنظيفات وعلى كل محبته. بس هيك في إعلان صغير حابب أقوله، أنا قبلت يسوع المسيح إله ومخلص شخصي لإلي على حياتي، آمنت فيه بعقلي وبقلبي وبروحي، وما في قوة بهيدي الدنيا حتقدر تسرق هيدا الشيء مني. أنا اليوم هيدا الأحد رح أتعمد مع كنيسة الروح القدس بنيو روضة، حأتعمد بالماي مع مديرية الماي، وهيدا شيء رائع كتير لإلي ومبسوط كتير فيه. فهيك من قلبي، إذا حدا حابب يجي يحتفل معي بهيدي المناسبة بليز أهلا وسهلا فيه، إذا حدا من أهلي، حدا من أصحابي، أي حدا بليز أنتو مرحب فيكم، وأنا بحبكم كتير. أي ساعة الأحد مدرك؟ الأحد الساعة 10 بكنيسة الروح القدس بنيو روضة، كان الأحد الساعة 10 اليوم. ربي باركك على الخطوة يا مدرك. ومش بس هو خيو، يعني من ورا كمان مدرك خيو كمان إجا عند الرب، وبعتقد العائلة رح تكر، لأن في آية بتقول إذا إيماننا بالرب تخلص أنت وأهل بيتك. ما بعرف أنت بعد معنا في بعد 2 ونص. أنا بس كان بدي وجه تحية لصديق نور أنا وأنت بنعرفه اسمه شاهين من اللاذقية، هو هلأ مسافر برا، بس كان عم بيقول إنه اختبار رائع وطلب إنه نصلي من أجل دراسته ونصلي من أجل الكنيسة باللاذقية لحتى تقوم تنهض كشبيبة. أمين. وهيدا يمكن صرخة إذا بدك كل واحد بالشبيبة هلأ بسوريا، لأنه عم يشوفوا الويل يمكن، وبعدهم عم يشوفوا الناس بمحل ما أدركت عمق محبة يسوع، ما عم تدرك إنه هو ناطر ليشتغل فيهم. فيمكن هذه صلاة لكل شباب سوريا. بدي أقول إنه قبل ما ننسى، في كتير أشياء على الفيسبوك أو إيميلات إجت لصلاة. أنا كل هالأسبوع كنت أمين إني صلي لهالأشخاص، تأثرت كتير برسائلكم، رح نبقى نشوف الرسائل على الهواء ونرجع نصلي، بس عرفوا إنه كل واحد ذكر اسمه، تمار بعثت لي الأسامي كلها سناب شوت ونحن كنا عم نصلي لكم. في حدا، في شخص طلب بس ما نذكر اسمه. اوكي، ما نفرجي على الهواء. ايه بس حابب اشجعك، ما عرفت ليش ما بده يذكر اسمه. اوكي، بس نحترم طلبه. بيقول لك مدرك انت انسان بركه لكل شخص عم بيسمعك، وانا متاكد انه الكل التمس من اختبارك وقديش قوي الاختبار وصعب، بس يسوع كان معك لانه يسوع ما بينسى اولاده. وبس بدي خبرك، سوري رح افشي سر صغير، انه هيدا اللي بعت المسج هو شاب صغير، يعني منه رجل. شكلك كنت بركة كبيرة لحياته. هو كتير حابب يشكرك. لكن بدنا نودع
كلنا ونقول بنشوفكم الاسبوع الجاي بهالبركات. وثانك يو لمدرك، سي يو، باي.